لا، هذه بالذات ما أبغى ماجد يدري عنها. بتقدرين ما تعلمينه ولا صعب عليك؟ على أساس أنا يلي نازلة تنسيق ما وعالطالعة والنازلة من تحت لتحت. سألتك سؤال وجاوبي، كم تبين؟ أنا سبق وخبرت ابنك كم أبي، واثقة أنه ركض وخبرك. بس يلا إذا مصرة وحابة أنك تسمعيها فبرجع بقلك 7 مليون ريال. في إلك سكرة كرمال عيونك. خلاص اتفقنا على 7 مليون، وسكاكرك خليها لك. طالما معك هيك مبلغ، ليش ما ساعدتي ابنك وطلعتيه من الورطة اللي كان فيها؟ صح عليك، هالمبلغ كنت أقدر فيها أطلع ولدي واشتري حريته، لكن الآن المبلغ هذا أقدر أشتري فيه أشياء أهم بكثير، وأنا ضامن أن ولدي طلع منها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ما شاء الله تبارك الله، أشوف الثلاثة مجتمعين. أي والله يبا، جايين نبي نكلمك في موضوع. عسى خير. أظن أنه من حقنا نعرف وش بينكم وبين عمي. من يوم كنا صغار وإحنا عارفين أن عنده العم مسافر، ولا ندري عنه شيء وممنوع نسأل عنه. والحين كبرنا ومن حقنا نفهم يبا. يعني هو بصراحة ما في شيء يخبي عنكم، بس إنه كل اللي صار إنه هو اللي سافر وتركنا. طيب والحين رجع، واللي سواه ما يبرر إنكم تعاملونا كذا يوم جاء. يبا إحنا ما عندنا مشكلة نأخذ موقف معكم، بس نبي نفهم ليه. شوفوا يا عيال، صراحة عمكم ذا، عمكم ذا ما ينجاب طاري هنا، دا مني عايشة. وأصلا يا ليت تنسون إنه عندكم عم. أنت اللي بخليتهم يقطعوني ولا يسألون عني؟ تعرفين زين إنهم لو يبون يسوون شيء ما راح ياخذون رأي أحد. أها، يعني لو أخذوا رأيك كان منعتيهم يكلموني. لا، لأن وقتها ما كنت أقدر أقول السبب. أجل ما نسيتي ولا الحين زعلانة؟ ليش؟ أنت تشوفين اللي سويتيه ينسي؟ شوفي يا مشاعل، قصص مثل هذه إلا ما يجي يوم وتنعرف. بس هذا جرحي أنا، مو من حقك التاجرين فيه. هذا مو بجرحك لحالك ولا جرح أمك، هذا جرح كل واحدة تخاف تقول إنها تنضرب كل يوم.